أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. مقتل 14 مدنياً وإصابة 64 آخرين بينهم أطفال ونساء جراء قصف مدفعي وصاروخي لقوات الأسد استهدف أكثر من 15 قرية ومدينة وبلدة في ريفي إدلب وحلب. وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 26 عنصراً من قوات سوريا الديمقراطية هاجموا قاعدة عسكرية تركية في منطقة درع الفرات بريف حلب. شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة تعلن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالكوليرا في مناطق شمال غربي سوريا إلى 1100 إصابة. وزارة الصحة في حكومة الأسد تعلن ارتفاع حصيلة قتلى هجوم الكلية الحربية في حمص إلى 89 قتيلاً و 277 جريحاً. الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثق ما لا يقل عن 50 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية في شهر أيلول الفائت على يد كل من سلطة الأسد وقوات سوريا الديمقراطية. مظاهرات مستمرة في السويداء لليوم 48 على التوالي تنادي بإسقاط الأسد ونظامه وتحقيق تغيير سياسي حقيقي في البلاد.